بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه المنتجبين. يسرنا أن نلتقي بسيادة رئيس الجمهورية التونسية التي نكن لها كل الود وكل المحبة، الجمهورية التونسية الشقيقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الشعب التونسي بتحقيق طموحاته التي أرادها في ثورته الكبرى، في ثورته الريادية، في ثورته التي هزت شعوب المنطقة وهزت المنطقة بأسرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لهذا الشعب التونسي الشقيق كل تمنياته وكل آماله في تحقيق الحرية وفي تحقيق الرقي العلمي والازدهار الاقتصادي وغير ذلك من أمانيه. وكان لقاؤنا بالسيد الرئيس لقاء إيجابيا جيدا، نشكره على إتاحته لهذه الفرصة لنا. تداولنا معه قضايا المجتمع الإسلامي وقضايا منطقتنا، وخاصة فيما يخص قضية التقريب بين المذاهب الإسلامية، وأكد سيادته على ضرورة التقريب بين المذاهب الإسلامية وضرورة أن نتجنب كل ما يؤدي إلى إثارة النزاعات الطائفية، وأننا جميعا مسلمون ويجب أن نتفق على ما يجمعنا كمسلمين. مشتركاتنا مشتركات كثيرة، والذي نختلف فيه أمر يسير، وأن المسلمين جميعا لا بد أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم. وأكد سيادته أيضا على ضرورة تنشيط ورفع مستوى العلاقات بين الجمهورية التونسية الشقيقة وجمهورية إيران الإسلامية، وضرورة تبادل الهيئات الدبلوماسية والاقتصادية وغيرها لكي نحقق مصلحة الشعبين. وأكد سماحته وسيادته أيضا على ضرورة أن يشارك بعضنا البعض في حل أزمات العالم الإسلامي، خاصة في إيقاف النزيف الدم السوري، وأن نتعاون جميعا من أجل مصلحة الشعب السوري وحل الأزمة السورية حلا يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق مصالح الشعب السوري. نشكر سيادته على ما تقدم به من التهنئة بمناسبة انتخاب الرئيس الجديد الدكتور حسن روحاني، وأكد سيادته على أن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية ينبغي أن ترقى إلى مستوى أعلى، وأن الدورة الجديدة الرئاسية في إيران فرصة جديدة لترفيع مستوى العلاقات ولإقامة علاقات جديدة متينة مع الجمهورية الإسلامية.